في سياق مختلف وبالمركز الاستشفائي الإقليمي لأسازاك أشرف عامل الإقليم على إعطاء الانطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم، هذه الحملة التي تأتي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتنظمها وزارة الصحة ما بين 28 من مارس الجاري تحت شعار كل تبرع يساهم في إنقاذ 3 أشخاص يمكننا جميعا أن نكون أبطالا. المزيد من التفاصيل مع حجاب تامك ومحمود أطويف. في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم أعطيت الانطلاق لهذه العملية الإنسانية بإقليم أسازاك بادرة تجسد قيم التضامن داخل المجتمع المغربي والاهتمام والرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل الإنساني، خصوصا وأن التبرع بالدم هو إنقاذ لحياة العديد من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى قطرة من الدم. يأتي تبرعنا اليوم بالدم لفائدة الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه في إطار كعمل صالح يتغيى تحقيق مبدأ شرعي مبدأ ديني حنيف، وهو العمل الصالح لفائدة من هو محتاج إليه. انخرطنا بطواعية واقتدينا بجلالة الملك محمد السادس، والتبرع بالدم هو ينبع من تعاليم الدين الإسلامي، يعني أنه هناك من يحتاج الدم، هناك حوادث سير، هناك أمراض، هناك إلى آخره، وأحسن ما يتبرع به الإنسان هو الدم، وهو لا ثمن له بطبيعة الحال. وأتمنى من الله أن يتقبل منا هذا العمل. تواجد اليوم بإقليم أسا لهذه الحملات هي فيه، وكما شاهدتوا هناك توافد على المستشفى وهناك متبرعين، ونأمل من خلال الحملة إن شاء الله الرحمن الرحيم أن نبلغ الأهداف المتوخاة منها. ويظل التبرع بالدم عملية إنسانية الهدف منها إنقاذ العديد من الأشخاص ومساعدتهم على مواصلة حياتهم، خصوصا ضحايا حوادث السير والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.